وعندما يذكر أصدقائه يذكر إبراهيم الجعفري ويقول إن ليس له أعمام في العراق. هو شخص ليس مواطن عراقي، هو جزء من المشروع الصفوي الإيراني. أنا عندما أقول الصفوي لا أقصد أهلي وأبناء العراق من الشيعة الوطنيين، أنا أقصد هؤلاء، علي يزدي الذي يسمي نفسه علي الأديب ومفق الرباعي، الذي كريم شهبول الذي يسمي نفسه مفق الرباعي، وهذا الذي يسمي نفسه صادق الموسوي، وهو لا اسم صادق ولا، والموسوية منه براء، هو مواطن إيراني، هذه أوراقه. وأنت تعرف أنه حصل على الفيزا في دخول قطر؟ لا أعرف. لا تعرف؟ طلعوا أدلة الإدارة الآن، ستجد أن الاسم الذي دخل به هو طارق وليس صادق، ولأنه كذاب فاختار لنفسه اسم صادق. أما أن يسيء للرئيس الشهيد، أنت تعرف أن صدام أعدم شقيقي وأعدم الكثير من أتباعي ومن أقربائي وأعدم خال أولادي، ولكن صدام بالطريقة التي أعدموه وبها أثبت نفسه أنه رجل وشجاع، وفعلا أصبح شهيدنا، وسنحج إلى وزور قبره كما يزار الأولياء الصالحين. هؤلاء ولوه ولية جبناء تصرفوا على أنهم عصابة طائفية، عصابة إجرامية بلا أخلاق ولا بلا قيم، لا يستطيعون أن يقودون دولة ولا يستطيعون أن يتصرفوا على أنهم زعماء عصابات، ناس شخص محكوم بالإعدام.